كزبره حصى، كريبه لباني، بطاطس بوري، فيليه فراخ، لبن رايب، ومعانا كمان بودره بصل مجفف وبودره ثوم وزعتر وكمون وملح وفلفل. هنستعمل الحاجات دي كلها مع بعض واحده واحده كده. هنبتدي الاول بالفراخ. نجيب الفراخ نزيد هننقعها كده في لبن رايب الاول. نغطيها باللبن الرايب من اولها لاخرها. كده نسيبها تبقى يعني تشرب لبن شويه، لو عرفنا نسيبها ساعه نسيبها اكتر يبقى اظرف. هتطرى وهتدي طعم حلو جدا. بعد كده نجيب الدقيق نحط عليه الزعتر بودرة الثوم بودرة البصل والكمون. نقلبهم كده مع بعض. كده هيبقى جاهز الفراخ. بعد ما هنقعدها شويه في لبن الرايب هنطلعها هنحطها في الخليط اللي احنا عملناه من دقيق، وبعد كده هنقليها. دلوقتي هنعمل بقى الصوص بتاع الكريمه. نحط شويه زيت صغيرين قوي. نحط البصل. اول ما نحس ان البصل ابتدى يستوي قوي نحط حوالي معلقتين زبده. سيحهم مع البصل. بعد كده نحط معلقة دقيق. بعد كده كزبرة حصى شوية كده رشة. معلقة كريمة لباني وشوية مرقة أو شوربة فراخ.
نزود شويه كريمه. رشه ملح. رشه فلفل. سيبه بقى كده على نار هاديه جدا. الفراخ بتاعتها طبعا خدت وقتها. طلعها ونحطها في الخليط اللي احنا عملناه من الدقيق وبقيه التوابل. نحطها في الزيت. جاهز كده عشان اول ما طلع الفراخ نحطها على البورد. تنزل الزيت اللي فيها. ممكن نبتدي نجهز العيش. هحط البطاطس دي، بطاطس مسلوقة مهروسة، هحطها هو هتبقى الأساس بتاع الساندوتش على العيش من تحت. دلوقتي هنطلع الفراخ، خدت اللون اللي احنا عايزينه. طب الثانية تنزل الزيت. حط شوية من الصوص اللي احنا عملناه. بطاطس من تحت كده. متحطش منه كتير قوي عشان ده الصوص يبقى تقيل دسم. نحط الفراخ. صوص تاني من فوق. معلقة وشوية طماطم.